هذه البقعة الجغرافية التي تشبه عنق الزجاجة هي أحد أهم شرايين التجارة في العالم، وأحد أهم الممرات التي تمثل عمقا للأمن القومي العربي. إنه مضيق باب المندب أو بوابة الدموع، هو ممر مائي يصل خليج عدن وبحر العرب بالبحر الأحمر، ومنه عبر قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو يقع بين اليمن في آسيا وكل من جيبوتي وإريتريا في إفريقيا. منذ افتتاح قناة السويس عام 1869 وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، تحول باب المندب إلى واحد من أهم ممرات النقل والمعابر البحرية بين أوروبا وحوض البحر المتوسط وعالم المحيط الهندي وشرق إفريقيا. يقدر عدد السفن وناقلات النفط العملاق التي تمر فيه بالاتجاهين بأكثر من 21 ألف قطعة بحرية سنويا، تمثل 7% من حركة الملاحة البحرية العالمية. مضيق باب المندب هو رابع أكبر الممرات من حيث عدد براميل النفط التي تمر فيه يوميا، ويمثل مضيق باب المندب أهمية بالغة لمصر، لأن نحو 98% من البضائع والسفن الداخلة التي تمر عبر قناة السويس تمر من خلال المضيق. لأهميته البالغة، سعت قوى توسعية للسيطرة على باب المندب مثل إيران، التي كان جزءا من دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، هو احتلال هذا المضيق الذي يبلغ عرضه 20 كيلومترا، ما يجعل مئات السفن التي تمر من خلاله صيدا سهلا لأي مجموعة إرهابية. وهذا من الدفاع عن النفس في استهداف الملاحة الدولية وإغلاق باب المندب بالقوة الصاروخية وبكل ما نملك من أساليب الإقفال. لذلك كان أحد أهم أهداف عملية عاصفة الحزم في اليمن هو تأمين باب المندب وتحريره من قبضة ميليشيا الحوثي، وهي المهمة التي تولتها القوات الإماراتية المشاركة في التحالف، والتي كانت مكلفة بتأمين الملاحة في البحر الأحمر وتعزيز عمق الأمن العربي في تلك المنطقة. فقد أطلق التحالف عملية السهم الذهبي بقيادة القوات المسلحة الإماراتية لتحرير الساحل الغربي بدءا من ميناء المخا الاستراتيجي الذي لا يبعد سوى بضعة كيلومترات عن مضيق باب المندب، وتم تأمين جزء من الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر من سيطرة ميليشيا الحوثي. ووصف مراقبون استعادة المخا أنه كان قطعا للأيادي الإيرانية التي تريد العبث بالبحر الأحمر وأمن الملاحة بمضيق باب المندب، فضلا عن تمهيدها الطريق أمام تحرير بقية الموانئ وأهمها الخوخة والحديدة والصليف. وفي مطلع يناير 2017، بعد تحرير ميناء المخا وتأمينه، أطلقت القوات المسلحة الإماراتية عملية تحرير وتأمين مضيق باب المندب، واتجهت القوات اليمنية المسنودة بالقوات الإماراتية نحو تحرير مدرية ذباب التي يتبعها إداريا مضيق باب المندب، حيث تم تحرير المدرية والانطلاق نحو محافظة الحديدة لاستكمال مهمة تحرير الساحل الغربي. تم تكليفنا باسترجاع باب المندب من أيدي جماعة الحوثي، وتمت مفاجأة العدو في المنطقة، وتم استرجاع باب المندب خلال 5 ساعات. ولعل اهتمام التحالف بتأمين باب المندب كان لإدراكه أن من يسيطر على ذلك المضيق عسكريا يكون بإمكانه التأثير على أحد أهم الطرق التجارية البحرية في العالم. كانت مهمة القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن لتأمين باب المندب تأتي انطلاقا من دعمها للأمن القومي العربي وحماية الملاحة في تلك المنطقة، والتي تؤثر على الدول العربية بشكل مباشر وفي مقدمتها مصر. فباب المندب هو أول طريق السفن المبحرة إلى قناة السويس، ويصفه مراقبون بأنه توأم قناة السويس البحرية. هو مضيق ربما يكون صغير الحجم بمعايير الجغرافيا، لكنه شديد الأهمية بمعايير الأمن القومي العربي. ولعل هذا ما دفع السعودية إلى الدعوة لتشكيل مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي ضم الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهي السعودية ومصر واليمن والسودان وجيبوتي والصومال والأردن، والذي تم توقيع ميثاق تأسيسه في العاصمة السعودية الرياض مطلع يناير عام 2020. وقد رحبت الإمارات بتلك الخطوة، ورأت في المجلس تعزيزا للأمن والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية. دول المنطقة لها مصالح مشتركة والأخطار المحتقة بها مشتركة، ولذلك جاءت فكرة تأسيس هذا الكيان لحفظ المصالح المشتركة. منطقة صغيرة
لكنها شديدة الأهمية، وكان التعاون العربي لتأمين تلك البقعة في مواجهة الأطماع الخارجية تأكيدا على أهمية وحدة الدول العربية في مواجهة التحديات، وكيف أن أي تهديد يطال ولو منطقة جغرافية صغيرة يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي العربي.